بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ديار المصنف فرموي: الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق، يعني هرشي سنا وستعيشة بو أوزاتي كمستجمعي همو صفات كمالة كهدايت معني أويوا هدايت معني كرد سواء طريق، سواء طريق يعني وسط طريق. جاءوا سواء وكل دوائية باسي لأكين سواء بمعنى استواء لباب افتعال اسم مصدر سواءك استواء، بمعنى استواء جاء استواء كشك مصدر، مثلا ذكر مصدر بوا منظور اسم فاعل أبتا مستوي لأمر مستوي وتقديم صفة بو بسر موصوفة كواتا أبيت الطريق المستوي مستوي أو كاتب مناي مستقيمة كواتا وكوايا مصنف فرمو بيتي: الحمد لله الذي هدانا الطريق المستقيمة باشا، يعني الصراط المستقيم، يعني هرشي سنا وستعيش بو خدايي كالريقي راسي بإيماني شادة حربي تبابين سر بحث الهدايات الذي هدانا. الهداية قيل هي الدلالة الموصلة، هداية يعني آوى تعرف كردوه وتراوى دلالة موصلة، دلالة يعني الراهن معي كرد الرينيشان كرد بلام رينيشان دانك كموصلة يعني قيانر به. مثلا تو برسيارة كي ليرا ولي الرغي كاني كوكامه رغي بانا كامه بله ادبم سرجا دقل من رغي بانا بو بانا بله اما دلالتي موصل بالرغك يا بله يا علي مثلا بو بانا اسمنا بلدم من ديم مثلا لقلت اعظم بو بانا بله لقلت ديم تاوي بله اما دلالتي موصل يعني دلالتك كجيا نرى بله اما جاري وهي كاكا قريت شي بو بانا او رغك يا رياكو بي نشان دم اما من رياكم بي نشان داوي الخمس الرياكة لوانيا رياكة بلغياني بمقصود يعني غيب مقصود هاو حالوي باشا منزول بدلالت دلالة موصيلتي أي الإيصال إلى المطلوب، يعني قياندني طالبك بمطلوبك. مثلا وقت يكني تو قركت إساكاني شيبو كاريزة مثلا حالوي دي كاريزة مطلوبي تو طالبي أجر من توم جاء عند كاريزا وتم أعمى ناودي كاريزا هو إسال بمطلوبة، يعني طالب موصل كردوة بمطلوبك هو. وقيل كثيرا نولا هداية هي إراءة الطريق، إراء إني شانداني ريجا كيا كام ريجا يعني شاندي الموصل إلى المطلوبي، يعني نشانداني أو ريجا كجا نرى بمطلوب باشا. مثلا سكاني پیغمبر هاتو درودی خوایل سربیا ایم امانوی بسرنجامی باش بکی بله او ایک گرکمانه سرنجامی باشه او جهاتو رگیه کی به ایم نشان داوه که اگر بقصه او بکین اگین بو سرنجام باشه بله خب او ایرا طریقه ها علی چن بو او مزگو دروس کن چن مزگو نوش خینن راجو بگرن حج بکن دست یک بگرن زکات بدن أو أختا خوتان لداوين بي سي لدزياتي، يعني تمعلم الناموس يقمكن لو جورشتانا بباريزن بم جور الرقيك أو بإيمين شان داوا أقين بمطلوبك كواتا إراء طريقة، يعني إراء للرؤيته، يعني نشان دايني الرقيك نشان دايني كام رقا نشان دايني الرقيك باشا كقينرة كي نرمانا بما بستكا بويك دا خواز معنا بلي. يا باشا أمدو معنا تشج ياوازي كان لقل يكاحيا دلالة موصلة كمقولي قيلي أولا وإراءة الطريق موصل بمطلوب كمقولي قيلي دو وما فرق يانشيا ولا فرق كان ويا والفرق بين هذين المعنيين جاوازي نيواني أمدو دانواتايا أمدو معنايا أويا أن الأول
يستلزم الوصول إلى المطلوب بخلاف الثاني. أويك واتايكم مستلزمة واتا الوصول بمطلوب لازم أكا يعني حتمية أبخشي باشا يعني حتمية أبخشي كوصول يعني قيشتن بمطلوب بداخوازك حتما لازمة لازمي أكا وحتما رؤى الله يعني يعني بمطلوبك بتوابي أما دوما كوانية بو فإن الدلالة شن دوما كإراءة طريقة فإن الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب لا يلزم أن تكون موصلة إلى ما يوصل باشا فكيف إلى ما يوصل فكيف توصل إلى المطلوب أري شنك دلالة فإن دلالة على ما يعني نيشان دان يا رينويني كردن رينويني كردني كسي لسر ما لسر ريقي كريقك يوصل إلى المطلوب إنسان أجيني بمطلوبك حتى لا يلزم أن تكون موصلة إلى ما يوصل باشا إلى ما يوصل حتى لازمني بيجياني جيانر بأو دلالة بولاي أوشتي كبمطلوبك أجياني يعني الرئيقة كي نشان داوا لواني الرئيقة كجنة دور سر الرئيقة كجنة كوي ها حالبي مثلا شن أجر أو جيانر بشي كويتا سر الرئيقة كالرئيقة كبي باب ومطلوبك أو جيقل الرئيقة كامل حريف نبي أها كواتا أجر مثلا كسي شعر ذاكري لسر شتيك كشتك أي جياني بمطلوب أو شعر ذاكردن لو شعر ذاكردنه لازم ناية كأو دلالة أو شعر ذاكردنه جيانر بي جيانر بي بشي بموصيلة كيش سهلة بمطلوبك يعني بما يوصل وما يوصل أبتا موصولة أبتا موصيل موصيل مثلا ريقا كيا كتو أجياني بأو مطلوبتك جركت بشي عربي لواني أو شارزاية كأو كردوتي لسر أو شتيك أدقياني حاربي على ما يوصل إلى المطلوبي يعني شارزا كردنك لسر أو شتي أو بياني شارزا بياني شاندان بياني شانداني أو شتي كددقياني بمطلوبك باشا حتى لازم نايا أو بياني شانداني يعني أو دلالتا قيانر بي بما يوصل وكا نقبة مطلوبك إيش؟ حتى لازم نايا جينر بيه بما يوصلك بموصلك كرجك إيه؟ لو عنيا توريك أو بيني شان دوا أدرسك أو بيه وتوه لو عنيا رجك إيش نجري رجك ندوز دوا فكيف توصل للمطلوبات أو دلالته شون أي جينر بمطلوب؟ وانيا؟ أها بس لسر طريقي لزومنيا والله حتما أي جينر بمطلوبك أشعة قيدك بيزا فكيف توصل إلى المطلوب مثلا باللزوم يعني لزوما اللي هو لازم نايا احتمالية هو أما أو إصال بلاي مطلوبك والرأس قيان ديو بمطلوبك إيتر حال بلا باشا مثلا أم دو جورة هدايتا بجورة كان مثلا هر دو كيان إيما لقرآن بيروزة هر كيان هن بلا مثلا جاري واهي ما آيات من هي أو دو معنى ليدراوته بو هداية ولي هردو معنى كيما أتوانين بقرآن بيروز ردخينه بلي مثلا هداية نا إراءة الطريقة نا إصال بلاي مطلوبة بلي والأول يعني دلالة موصلة أقل هداية دلالة موصلة بها يعني إصال بلاي مطلوب منقوض نقض كري هلض وشيتوا بشي بقوله تعالى فقول إخوة تعالى كأفرمي فأما ثمود فهديناهم باشا إسواي لأديناك هدايتك بمعنى إسال بلاي مطلوب به أما قليس ثمود إيما يعني إخوة أفرمي إيما فهديناهم أوان من قيان بمبست حالي بلا يعني قيان من مبست يعني جوا جوا حالي ما نكر ولي أوان بداخوا فاستحبوا العمى على الهدى دواي أوا هليان بجار كويريتي باشا يعني قمراهي بسر شارزائية آواتان يعني مثلا عمايان هل بجار دو هدايان مرخصك جائزة مشاكا يعني
دواي أوي كأوان من جان بمطلوب أمره جمراب باشا جمراني ريكان ليتك دخوتو أو جانو مثلا أو ريكو نيشان دابلا ريكم نيشان دابلا ريكي هلا كردا تو لسر معنى أول تو علي من أوم جان دوا بمطلوب جانو بمبست دواي ريكي جم كردوا دي وقت جاب بمبست احتياجي برنامج نتاجوميكا حال كوات الناكري اللي وا أو معنى وقتها الناكري هي ما با إيصال بلاي مطلوب لي بدينا مجبورين بإراءة تاريخ لي بدينا يعني أو وقت أقم جاء بإراءة تاريخ معنى آياتك لجي خويتي فأما ثمود أما ثمود فهديناهم ريما نيشان دان حالبي بلام كريما نيشان دان يعني بيمانوتن أعمر يبو بهشتان با أو يكيان بو جهنم تان با متواجبين هاتن شيانكر فاستحبوا العمى على الهدى ولي أوري قواني شان ما دابون آن بردن بو جهنم باشا بلي. أو يعني هل بجار بدأ بله بس أو رجاك أيام جاني ببحر أما معناه هيج مشكلة كينية ولا جي خواتي كواتا ولي أو كوجتي هداية إيصال بولاي مطلوبة أي اللي هركوا يا كهداية بلا شو معناه كده دخونا كري اللي ومن ومعناه كم بو أشي أما مثلا بو شيء أجر هداية بمعنى إيصال بولاي مطلوبة أما هلا وشيتو آخر إذ لا يتصور الضلال يا لا يتصور الضلالة بعد الوصول إلى الحق. شنك وأختيك على فأما سمدوا فهديناهم بمعنى أول يعني أوان من وصل كرب حقكوا. باشا دواي أوها جمرابو دخو جمراهي دواي وصول بحق قابل تصورني. بس كواتا ليردر كود هداية بمعنى إسال بلا مطلوبني بلكو بمعنى إراءة الطريق. والثاني أمر إراءة الطريق يجمل قوض. أوجه الدواشته بقوله تعالى. فرمو دي خواهي قورا أفرمي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أبو طالب لجياني بيغمبرا صلى الله عليه وسلم زوري كومك بيكر دل صوزي دل حقب بيغمبر زور كر يعني نقش ورولكي زور قوري ديرا لا پروردبوني لسر هلداني دعوتي بيغمبر دادو دي خواهي لسر بي وقت يكمرت پیغمبر زور حزي اكر كمسلمان بيو ايماني پي بياني لسر مرقا پیغمبر شو بولاي كشو ابو جهل ويقدواني كتر لسراني قريش لقورا كانيان لو دانشتبون پیغمبر هرچي كأي فرمو ايمان بيني ولا اله الله بكا اواني شاعان لسر ديني باو بابي دي خوي بمياني اتوا حالبي وكو اجيرنوا ابو طالب ايماني نهيناو لآخرا هر لسر آيني باوباپیری خوی رویوا یعنی مثلا لسر شرق رویوا شاید باوباپیری چون که زمانی فتره بوا زمانی بوا که پیغمبری تیانادو اوان لسر شرق کهان عذاب ندرین بلام دیار ام مثلا اواتا پیغمبر هاتو باوری پیش یتی بایا پشتیوانی لیکر او هموا پشگیری کردو امان یا باوری پی اگر باوری پی بو بیو پشگیری کرد بیو بلام لعینی حالا ایمانی پی نهینا بی او دیار نبت مسلمان. آها. يا مثلاً پشتیوانی لپیغمبر کردو لبروی کبرازایتی لخانواده خویتی و کوکری خوی وایا. حالبی نه لبروی ک ایمانی بدینا کی بی. اگر لسر او به بعضم هر دوباره نکات اوی ک مسلمان بودی. ایسه پیغمبر زور حذ کام مسلمان بی. بلام بریاری خوا و نیا مثلاً بریاری خوا لسر اوی ک آم بشیر کوچه درو. إجا خواهي قول الرؤى كاتب في غنبره في أفرمه إنك لا تهدي من أحببته يعني تو ناتواني شارزاركي شارزايبك شارزابكي من أحببته كسيك خوش الدمي جاء إسا بإراءة التاريخ معناه كرو بإراءة التاريخ يعني ناتواني الرئيق بكسيك نيشان ديك خوش الدمي شو دي خوك كاري في غنبره إراءة التاريخ كواتا ناتواني بإراءة التاريخ معناه كي يعني ناتواني بيجي يعني بمبست بيجي يعني بحق ناتواني إيصال بمطلوب بكي أو كسيك خوش تبي ولكن الله يهدي من يشاء وبرام خواي جوله هداية أكا يعني إيصال بمطلوب كا هركس كبي خوش حارب بلا بس أمش أجاني كهداية بمعناي أونيا يعني كهداية لرب منا إيصال بلا مطلوبة شن أداتي نفي لسريت يعني هدايتك لبيغمبر نفي أكريته ها لا تهدي يعني تو ناتواني ببيهادي
حال بلا دي كناتواني بچ معنى ناتواني بموص ناتواني ببي موصلي الى المطلوب بله اي ناتواني بمعنى مريء الطريق بي يعني مثلا طريق بخلق نيشان براي طريق كي وامان حربي باش مريء الطريق باش نق مريء مريء الطريق انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء بس معنى دو وما كشك رأت طريق بو بم ايته هل وشايا اوه حال قبله كواتب بم قراره هدايه نبكار دبري باشا ن بمعنى ايصال ولا مطلوبه ونب معنى رأت طريق كواتب او دوقي لهر دوكيان خراب يا نداتو ظلام حقوايه هدايه بهردو معناك هات ولا قراني بيروزا باشا مثلا بوين فاما ثمود فهديناهم بو رأت طريق انك لا تهدي من احببت بو ايصال ولا مطلوبه بله كانت ناكري ليرا مثلا هدايه بمعنى دوامي بك اراءه طريقه امجد شن بيغمبر درود يخالز كان شانه اراءه طريقي واي. يعني شاني بيغمبر او ابو نشان داني رقب خلق دي اجر قرار او بر نشان بخلبات خوي غوره بفرمي انك لا تهدي من احببت اجر او هدايتك لوان في بوتوا كمعنى اراءه طريق به باشا واي. يعني تناتواني الرقبة خلق نيشان بيد أخواني كوات ناكري أوي كليوانا في بوة وإراءة الطريق به بلكو أشياء صار بلاي مطلوب أما والذي يفهم من كلام المصنف أم مصنف ما بيهاك زوء قوري سعدي تفتازاني تفسيري كشاف تفسيري كي بناوبانغ لبواري أدبيات زياتر باشا سعدي تفتازاني لسر تفسيري كشاف حاشيه يعني لسر كل تفسيرك يتوكو تفسيرك بشان بشان الرويو يتر او شوانانيك معمولا قرانو جيغي كيشانو امانة حقيقة هموي رون كدوتا وبرأسي مهمة هرچن من نمدي او حاشي سعدي تفتازانيك لسر نازان محيشة يعنى بچاب قي ويانا قي بلا مالي اويك فهمك ريا لكلامي مصنف لكلامي ما مستسعد في حاشية الكشاف كالحاشية الكشاف أأمه هو أن الهداية هداية لفظ مشترك بين هذين المعنيين لفظك هاو بشا لبين أدو معنى يعني هم بمعنى إيصال ولا مطلوب هاتوا هم بمعنى إراءة طريق شاتوا شاكا وحينئذ ولو كاتدا أجر أعواب تشين سرقسكي مصنفو بلين ولا هداية معني لفزيكي مشترك لبين دو معنى كذا لبين إراءة وطريق إصال بلاي مطلوبة يظهر اندفاع كلا النقيضين در أكوي لا توني هردو نقيضك يعني كلا هردو نقلك أو دو نقلانيك كران إيه كان نقلي إراءة الطريق كرت إيه كان نقلي إصال يك نقلي أول دانك نقلي إيصال بلاي مطلوب كر وتي هداية بمعنى إيصال بلاي مطلوب نا بدليل أمايته أو ترش نقلي إراءة طريق كر بدليل آيتي إنك لا تهدي من أحببت دي عليك هكا وخيب وهردو معناك هات بي يتر أو دو نقله هيج معنى يكيني بوشي شنك إيماتو إلا آيتي أولا بلين كاكا بلي فأما ثمودو فهديناهم هداية من إراءة طريق يعني إراءة طريق ما نكردن أو أو لا آيات وما كهدا نفي بوت ولا في غمر دو خلاص إنك لا تهدي إسال بلا مطلوب إلى نفي بوت بس كواتر لازم ناكاتو دفعي بكي بلاي ولا هداية بمعنى إراءة طريق نهاتوا أوش كي بدل كاكو بو إسال بلا مطلوباتوا أو تلك بدل بلا ولا هداية بنا إسال بلا مطلوب نية نهاتوا حالبي كاكو بو معنى كي ترهاتوا كي إراءة طريق بس هردو نقضك دفع بو ما دام وابو فيرتفع الخلاف من البين لبين أو دو قلا خلاف جاوازيك لا أجي شون خلاف جاوازيك لا أجي بو معنايك أقر هاتو ديتيان كلامك استعمال كراوة كهداية بهردو معناك استعمال كراوة هيتشان لمعنى إخوان باشيمانو نابن بلام اتفاقكا لسر أوا الهداية باشا الدلالة الموصلة أو إراءة الطريق أو إراءة الطريق الموصل إلى المطلوب
ومحصول كلام المصنف في تلك الحاشية وبرهمي كلامك مصنف أو حاشية ذاك لسر تفسير كشافتي أمية أن الهداية هداية لفظ يتعدى إلى المفعول الثاني تارة بنفسه وتارة بإله وتارة باللام. لفظ هداية مفعول يكم هر أقري بلا متعدي أبيب بولا نتيا بر أبيب ولا مفعول دوام جاري وهي بنفسي خوي يعني أوقت دو مفعول أقري وكبلا اهدنا الصراط المستقيم خوايا شارزاي ريق الراستا كمانك إيسا اهدي فعل أمره باشا ناك مفعولي يا كما فعلك أنت الصراط مفعولي دوما المستقيم صفة صراطك أها مفعولي دوما يقولوا بنفسي خيبة بحرف جر وتارة بإله وجاروا شيء بإله وكو الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم خواهي قولة الشارزاء كهركز بيوية بلو ربازك الراستقيم إن الرجال كباش نتها مفعولية كم يقولوا منكية يشاء سليم منكية أو إلى صراطه باشا جار مجرور تعلقه بس بيهديك هو وتارة باللامي جار وش باللام ولا لام كشر معناه إلى يعني وكو إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بجمان أم قرآن مروف شارزاريك يعني يهدي جميع الناس يعني همو خلق شارزاك للتي يعني إلى التي بولا أو خصلتها يعني بولا أو برناميك هي أو برنامي أقوامو لها مو برنامي راستقينتلو لسرباتريكا باشا يعني مستقل أواني فمعناها على الاستعمال الأولي هو الإصال جاء أقر معناه كي أويا لسر استعمال أول كأقر واستعمال كريا مثلا بنفسي خوي متعدي ببولا مفعول دوامك يعني مفعول دوام ببيع حرف جرب قريم استعمالي أول أولا هو الإصال كواته واختيك تولي اهدينا الصراط المستقيم يعني إخوايا وصل مانك بصراط مستقيمك يعني بما بس ما بقي أنا أما وعلى الثاني لسر دواميك يا بيجا الثانيين أويك بإلايا وبلامك يا إراءة طريقي إراءة طريقك يعني حالبي أما هدايتي لدى جاء وتي سواء طريقا وسطه يعني مثلا بالسر ليواري ريقك نبي شن إشارة كردوا بواك لزمري المصر أو كسان ما نجير كخوا فرمي ومن الناس من يعبد الله على حرف وتاني يعني وجورك سيقهن باشا لسر لايك يا لسر ليوار عبادة أكن هم شبروا ليوارو القنان موصل دواني كون أخوارو يعني اللي ليوارو لس ليوارو تماشا كان قرب قازان جيان بودين برو بزرر يال مباشر شيئك حالبي عواما ليمك بمن خس سواء الطريق يعني شيء أي وسطه وسط الرقك شرقة الذي يفضي سالكه إلى المطلوب البتة أو رقية كسالكك يعني رقرك ويواك وتتصر رقك حتما أيقين بمطلوب باشا أما أخذره وهذا كناية عن الطريق المستوي وأم سواء بوشي ويكأيم وثمان كناية للريقي مستوي يعني ريقي راست والصراط المستقيم على تفسيره والصراط صراط مستقيم شنية قوتي مثلا سواء طريق وكوثمان سواء كمعنى اسم مستر يعني اسم بو استواء استواء كش معنى مستوية كيعني مستوي الطريقي أو أخت التقديم استفاد هو بسر موصوفة يعني الطريقة المستوية مستوية كش معناها مستقيمة يعني الطريقة المستقيمة حالبي إذ هما متلازمان شن كأودوانا مثلا سواء طريقك أو طريقة مستويك لازمية وقتك أقر إنسان مثلا لو وستي ريقة كدابية حالبي يعني سيراتي مستقيمي قرتوها لو وست وقت وستي ريقة كد قرتوها باشا أما أهو جاء أمجارة وهذا مراد من فسره بالطريق المستوي والصراط المستقيم وهرآ أما كبلين والله سواء طريق كناية لطريق مستوي لصراط مستقيم هرآ أما بستي أو كسيا
كافوا سواء طريقي تفسير كرسوا بطريقي مستوي بصراطي مستقيم حالبون جاء ثم المراد به باشان دوايا وكأو تزاني ما بست با سواء طريق إما نفس الأمر عموما باشا يا نفس الأمر بعمومي أو خصوص من التي يعني نفس الأمر وكو وبلي هرشي ريغي راسا لهربواريكا شار زمان كبو أو باشا يعني من أتشم لو بازارا مثلا بازار كتابة أتشم مثلا تفسيرك مقرأك أتشم أي كرم كتابك مقرأك أتشم أي كرم أتوي كاغزكي جوان تربي باشا خطكي خوش تربي وباش تربي خبانية توا قيمتك شيء مناسب تربية حالبي مثلا روبروبي لقال فروشياري كريكو بيكو باشا همو أما شارزاك بتو سواء طريق أو يكريك منو باتبردو كانك أو توشي كابتوشي أو حالبي بلا آوة يعني خير كل أصلا باسي كتاب مكة خانو دروسك كل أجيبو أو شارع قنو شاي أكري مثلا بون مال بيبست باشا برنجا كري مثلا رونا كري خواي قورا مثلا اوي كباشتره فروشياري كلا فروشياري كاني تلباشتره بيد نشام ذات شي بولاي او مثلا هرزاتر لشوانا كاني تلبي جنسكا شاكتر بي لشوانا كاني تل غشو خيانتي تيانا بي همو امانا اوي كأقرشو او سواء طريق كواتا سواء طريقي نفس الامري اويا لهموشتكا خواي قورا باشو كابريشو او حالبي يا هر مثلا منظوري با سواء طريق صراط مستقيم منظور ملد وات الدين الاسلامي من بزبي مبخاسي ولي اقل مثلا منظور من با سواء طريق نفس الامر كبيل نظر معناه او باشتله حالبي بوشي والاول اولى صب مطلقي بيجري بوشي شنك براعتي تيايا براعة الاستهلال براعتك ظاهر واشكرا تيايا بالقياس الى قسمي الكتاب يعني ببراورد ولا هردو بشكي كتابك شنك اگر بجور حساويك مثلا بشي دومي كلامية باسي ذات الصفات خواي قوريه باشا او يا باسي بلين توحيده توحيدي خواي قوريه استا كلمه او باسي اواكا او بو ملتي اسلامك ابو ابي ما بس به اخر اقل نفس الامر يا كبري لبواري ديني شا يعني اقل منشوم بدواي عقيده وبيرو باوريكا شارزام كبو او بيرو باوريكا خلي رازي سواء طريقه وشك يعني شاكا كواتا بالنسبه او اقل عامك به هم مساله دينيك اقريتو عقيدتك وهم اشتغل عقيدتك اللي شقريتها دي كواتا من امدو قسما اخويا الموا أم يكيانا شارة زائم كا وكو منطقة كبير مثلا بو أوي كا بو استدلال أصلا من قرق من الزمينة كا دليل بين موا شارة زائم كا بو أوي كا لانقري حقبا أي شون خوزول أوي كريد لو يتريش أنا شارة زائم كا كرقى إسلام كا بقر كاتب براعاتي الظاهرية كا بالنسبة هردو قسم كتابك ولي أقل هر خصوصي من التي إسلام باز به براعتك بالنسبة قسم دوام كتابك حاربي تايرة باب اسمان Is that